ناخد كمان هاتفيا الفنان القدير احمد فؤاد سليم. صباح الخير عليك يا فندم، وادليت بصوتك ولا لسه؟ لا انا نازل حالا ادي بصوتي لان انا رايح في برنامج النهارده على EMC مع الاستاذ اسامه كمال، فانا قلت انزل ادي بصوتي واطلع على التلفزيون ان فناننا شاء الله. الجميل اللي صوته يعني صوت مصري عظيم بنسمعه في كل حاجة، رسالة حضرتك ايه النهاردة لشعب مصر؟ والله الشعب المصري مش عايز رسائل، الشعب المصري واعي جدا بمسؤوليته، والشعب المصري عارف كويس ان المستقبل كله يعني متوقف عليه النهارده وبكره وبعده في ان هو ينزل يرلي بصوته. والشعب المصري يعني على مر السنين كان بيبان معدنه الاصيل في الازمات، صحيح. والشعب المصري مش محتاج على فكره يقول له انزل او روح يرلي بصوتك ولا حاجه. الشعب المصري عنده الهمة الطبيعية في إنه بيعرف مسؤوليته ويروح ليها لوحده يعني. فأنا يعني أنا متأكد إن الشعب المصري النهارده هينزل بكثافة شديدة جدا عشان يدلي بصوته. وأنا يعني مثلا حواليا في المنطقة اللي أنا عايش فيها في الشروق، الناس بتلم ولادها وبتلم نفسها كأنهم رايحين في حالة احتفال، رايحين يحتفلوا باللي بصوت يعني. ويوم جميل صحيح، والله، والشمس جميلة والدنيا كلها بتحتفل معاهم النهارده. ده الإيجابي بقى. الفنان أحمد فؤاد سليم اللي بصوته المؤثر يعني لخص لنا حدوتة حكاية مصرية في وطن. حكاية وطن، تقول إيه اللي بيقولوا إحنا هنقاطع لأن العملية كده كده محسومة؟ بص هقول لحضرتك حاجة، لا 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 لا، ده كلام مش مسؤول، ده كلام ناس قاعده يعني، انا اسف يعني، قاعده على القهاوي بتلعب مع بعضها. ما فيش حاجه اسمها حاجه محسومه. انا بنفسي انا مش محتاج يعني، انا محتاج نفسي، انا اقول لنفسي ان انا اللي احسن. انا لما بروح بدي بصوتي انا باكد وجودي انا شخصيا، مش صحيح. باكد بس يعني. المساله مش مساله ان الانتخابات محسومه. محسومه ازاي يعني؟ يعني لو كل واحد قال لنفسه ان الحكايه محسومه الناس مش هتنزل كلها. لا 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 لا، صحيح. الحكايه محسومه لكن برضو لازم انزل يعني، لازم اروح انا، مش للاخر ولا لاي حقي حد. أنا. ايوه انا اللي بصنع المستقبل، انا اللي بقول بكره هيبقى شكله ايه. انتخابات الرئيس 2018 بتشوف ان اهمية النزول فيها هو يعني كرامة لدماء شهداء رجال الجيش والشرطة؟ احنا شهدائنا كتير قوي على فكرة، وربنا صحيح. يعني يتكفلهم برحمته. وشهدائنا دول احنا برضو يعني في شهداء راحوا وفي شهداء تانيين هيروحوا على فكرة. صحيح. البلد دي قدرها كده، قدرها انها يعني بتتوسط العالم، وقدرها انها هي اللي بتجر العربة زي ما بيقولوا يعني، هي القاطرة للعربة العربية كلها في المنطقة. فقدرها كده لازم الدنيا كلها تبقى باصه عليها، والدنيا كلها يعني الناس الاعداء هيبقوا دايما حاطينها في دماغهم، وهيحصل حاجات كتيره. والشهداء دول احنا طول عمرنا بنحارب، انا حاربت في 73 واظن ان احنا لسه لحد النهارده بنحارب. صحيح. طبعا. من يوميا اتنين وخ... يعني ثوره 52 لم تنتهي بعد. صحيح. صحيح. يعني والتطور لم ينتهي بعد، والحياه كده، الحياه هتفضل كده سجال يعني. صحيح. وربنا يتكفلهم برحمته الشهداء. احنا يا رب حق أمين. الشهداء، حق الشهداء مش هينتهي طالما احنا في فينا واحنا حياه. هنوفي بوعدنا وعهدنا معاهم الثلاث ايام طبعا. دول. صحيح. طبعا طبعا، لا مش 3 ايام دول بس كمان، لا طول عمرنا هنوفي بوعدنا معاهم. صحيح. صحيح. ومش هننساهم ابدا يعني. طبعا طبعا. الفنان احمد فؤاد سليم بنشكرك، وصباحك صباح الفل.